جدا اللي احنا شفنا كل نجوم الكوره كل السفراء بتوعنا معظمهم يعني، وان هم ساندوا الاطفال اللي هم الفرقه السوريه والفرقه المصريه ان هم جم اتفرجوا على يعني مواهبهم الماتش اللي هم الودي اللي هم عملوه، دي حاجه تشرف. وان هم احتفلوا بعيد ميلادي مع اني نسيت عنه خالص، ده طبعا يعني شرف ليا كبير كمان. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوفقنا عشان احنا بنعمل حاجه من القلب، وفعلا عايزين نساعد الاطفال دولت ان هم يحققوا احلامهم. وكل اللي انا يعني بطلبه ان انا يعني اخد الدعم للشعب المصري، وبجد محتاجين دعم كل حد، والاطفال دولت محتاجين حد يمد ايديه ليهم، حد يطبطب عليهم، حد يقول له ان انا هنا عشانك، حد يقول له انا هدي لك الحنيه اللي انت عمرك ما حسيت بيها، وحد يقول له ان حلمك ممكن يبقى حقيقه.